في هذا اللي عنده الاذان يروح معلش اللي عنده الاذان بادروا في افضل ايام السنه اللي هي العشر ذي الحجه والله يكتب لنا وياكم الخير ويا هنيل باللي يتبرع في هذه الايام يا رب يلا يجزاكم خير ريان واحد يا جماعه بس اللي عنده الاذان الله يسلمك يلا ريان انا اقول من اراد مرافقه النبي محمد عليه الصلاه والسلام تم تسليم يبادر ويسارع في كفاله اليتيم كلها 300 ريال يمكن طيب. اليتيم اللي كفلته هذا يوم من الايام تكون انت سبب رزقه سبب وظيفته سبب انه يكون معنا في المجتمع جميل نواف والله ما اضيف على كلام اخواني دائما احنا نذكركم باليتيم ولازم يعني نتعاون على البر والتقوى لعل نكسب اجر لهذا اليتيم ويكون لنا صدقه جاريه مدى الحياه وما بعد الحياه والله يا اخوان نتعب احنا نذكركم باليتيم اليتيم ما له الا الله ثم انتم والله العظيم فبادروا بالصدقه وتصدقوا لعل الله يحدث بعد ذلك امر جميل مشعل